السلام عليكم. اليوم راح نتناول سر خطير من أسرار التربية، وهذا السر يكمن في قلب الموازين بين مبدئي الكرم والبخل، ونركز في هذا الشيء. نحتاج فعلا تركيز، لأن هذا المبدئين هم الميزان الحقيقي في تأصيل المبادئ، يمكن هي العلاج أصلا ل 99% من المشاكل اللي نحن أصلاً قاعدين نمر فيها. بتقولوا لي كيف؟ أكيد كلنا مرينا على سورة في جزء عامة، وهي سورة الليل، وبالأخص في سورة الليل بداية السورة. بداية السورة الله عز وجل وازن بماذا؟ بين أهل الكرم وأهل البخل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. لو قمنا بعمل الموازنة بين مبدأ الكرم العطاء ومبدأ المنع البخل، راح نلاقي السر يكمن من هذه الآية، والسر يكمن في هذه الآية. ونحن من خلال استشهادنا بالآيات القرآنية اللي افتتحت فيها سورة الليل، وطبعا سورة الليل لما افتتحت بهذه الموازنة الجميلة الرائعة اللي توصل لنا الرسالة، هي علاج لأكثر من 99% من المشاكل، بدأ الله عز وجل فيها بالقسم، والقسم ما كان قسم واحد، كان ثلاثة من القسم: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى. أقسم ثلاث مرات عشان يؤكد، وهذا القسم لما يجي قسم الله عز وجل يقسم بأمر، فلأهمية المقسوم به، أهمية الأمر اللي راح يؤكد لنا فيه. فكان القسم مش قسم واحد، ثلاثة من القسم الله عز وجل يؤكد هذه الحقيقة، معناها حقيقة نحن يمكن هذا السر غافلين عنه في حياتنا، ولكن إذا لجأنا له وراجعنا أنفسنا في هذه الموازنة الجميلة، راح نحل هذه المشاكل اللي نحن قاعدين نعاني فيها في حياتنا الأسرية، حياتنا الاجتماعية، في علاقاتنا. ويمكن نحن تطرقنا في الحلقة السابقة من حب الوطن والاعتزاز بقادتنا، وقلنا فيها أهم نقطة إن هذه الدولة هي دولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة، انبنت على أساس الحب والخير والعطاء. ما ننسى هذا المبدأ، الكرم هو أساس النجاح اللي وصلنا له أو وصلت له دولتنا في وقت قياسي. معنى هذا المبدأ جدا مهم، معناه أن أنا محتاج في حياتي أقلب الموازين في حياتي مرة ثانية وراجع نفسي. إذا كان هذا المبدأ مش موجود، أوجده بشكل أو بآخر، أنا محتاج أن أوجد مبدأ الكرم في حياتي. ليش؟ بنرجع لتفسير أو الاستشهاد بالآيات اللي تطرقنا فيها من سورة الليل. العطاء يعني أن أنا أكرمت، أن كل كرم طلع مني الله عز وجل ينمي. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، حياتي كلها في يسر، متيسرة. اعكسوا الآية، الحين أنا عندي مطالب مني بواجبات معينة، نفقات معينة، التزامات معينة. عندما أبخل في هذه النقاط بشكل أو بآخر، أو أمنع بحجة أن أنا قاعد أقتصد، بحجة أن أنا يعني ما في حد بخيل بيقول على نفسه بخيل، بيقول أنا حريص، أنا أوفر الغد لبكرة، أنا قاعد أدور أسباب أو أعذار أن أنا أترك للمستقبل، ما أعرف بكرة شنو فيه. طيب، حلو أن أنا خطط أهداف، لكن تترك للمستقبل مش معناه أنك تحرم حولك من حقوقهم. اليوم أنا مش من حقي فقط هذا المال يصرف علي أنا فقط، هذا المال إن الوجد في إيدي هو له عدة مصارف واجب علي أن أصرف عليه فيها ومنها.
وأترك المستقبل لرب المستقبل. المستقبل هذا بيد رب العالمين. دام أني توكلت عليه، أنفقت بطريق المال بطريقة صح، وزنت أموري بطريقة صح، منحت عن نفسي مبدأ البخل، صفة البخل استبدلتها بصفة الكرم، انظر العطاء اللي راح يحل فيك، والمال هذا اللي راح تمنعه وتبخل فيه راح يوم من الأيام تصرفه، بينصرف. أنت ما صرفته في وجوه الخير، ما صرفته في محله الصحيح، للأسف راح تصرفه تصرفه، ولكن في مخارج الخطأ أو الحرام راح يروح منك. سواء لا قدر الله بتتعرض لعملية، سواء دخلت في مشروع خسرت، راح المال اللي كنت منحت أو حرمت أهلك أو نفسك أو من يستحق لهم هذا المال أنك تصرفه في هذه الوجوه. قد تدخل مع حد شريك، هذا الشريك يطلع غير أمين، وتتعرض لعملية نصب، أموالك للأسف تخسرها بشكل أو بآخر. قد تصرف بشكل ليست في محلها، حرمت عن الزوجة عن الأبناء، هذا المال راح ينصرف طريقة غلط أو حرام، راح يسلط عليك من يسلب منك هذا المال. فنحن محتاجين سواء برضاك نعرف، سواء برضاك أو غير برضاك بنعرف يوم من الأيام هذا المال اللي أنت بخلت فيه بيروح، وحطها قاعدة راح يروح. أنت اليوم لما تبخل بمالك ليش؟ لأنك قاعد تجمع المال، لكن هذا المال راح يضيع. ليش تحط نفسك أنك مالك تعبك جهدك تبخر بغير رضا منك، أو عن طريق سهي منك، أو طريق أي كان الطرق، وتبكي يعني تبكي أضعاف مضاعفة من الندم. ليش ما أصرفها بوجهها بطريق أكون كريم مع أهلي، أكون كريم، أمشي بالفئات المطالب مني، خيركم خيركم لأهله، أكفي بيتي، أكفي عيالي، أكفي احتياجاتهم، أهلي المطلوب مني، أمي أبوي، من المطالبين مني، الله عطاني المال اللي أقدر عليه أكفيه، حقوق الفقراء، صدقة. طبعا الزكاة هذه ما أقدر أن أتكلم فيها، هذا شيء مؤكد مؤكد مؤكد، ما نقدر نحن نتنازل عنه بشكل أو بآخر، لأن الاستهوان في هذا الأمر تتليها مصائب وراء مصائب. أنت لا تفكر أنت لما حرمت هذه الفئات، حرمت النفقة عن عيالك عن كذا، جمعت مال فرحت بالرصيد اللي قاعد خزنته، إن منحت عيالي عنه، إن هذا المنع هو أو هذا التجميع للمال، إن أنت كنست المال وصلت لمراحل كبيرة في المال، لا أبدا. انتبه انتبه، مو بلازم إن الخسارة هذه تكون سريعة أو عاجلة، خسارة بتحصل لكنها في يوم من الأيام راح تصير. اقرأوا القصص من حولكم، شوفوا اللي سوى هالشيء بخل، وين فلوسه، وين الخسارات. في ناس وصلت للديون كانت أصحاب ملايين، اليوم مديونة. لو رجعنا لتاريخهم شنو كانوا يسوون في الفلوس، من أو من بخلوا على من، ليش أحط صفة البخل؟ وكلنا واللي ماشيين في هذه الصفة أو متمسكين فيها يكفي، أقولهم يكفي كفي بخل، غيروا. جربت البخل يمكن سنة، 5 سنين، يمكن 10 سنين، يمكن 20 سنة، يمكن أكثر، شفتوا نتائجه. يمكن أقرب الناس لكم هم عيالكم، ما يقدرونكم بالشكل المطلوب اللي أنتوا تستاهلونه. حتى لو كنت أعظم أب في الدنيا لكن فيك هذه الصفة، كل المبادئ اللي أنت علمتها أو أسستها في عيالك تدمرت بسبب صفة البخل. ليش الحين ما يجي دور التغيير، تقلب صفة البخل بصفة ثانية وشوف نتائجها عليك. بس هذا اللي أنا أبغي أوصله لكم، شوف النتيجة. جربت 20 سنة 40 سنة بخل، اقلبها، خل الحين التغيير يكون تغيير كرم،
وانتظر شوف النتائج في الكرم لين وين بتوديك. وأختم فقرة اليوم قصة يمكن من أغرب القصص اللي وصلتني قريب. يعني الحرمة في سن يمكن عدت 50 سنة وهي تعاني، تقول زوجي ما شاء الله راتبه يمكن فوق 50,000، متوفر لك كل شيء كل شيء. هي طبعا من المقيمين في دولة الإمارات، لكن ما شاء الله مستوى جدا عالي، كل شيء متوفر، إلا البيت، مصاريف، كل شيء، يعني ما عنده شيء يصرفه. بالرغم منها قالت ميمع ملايين في البنك، ميمع ملايين في البنك، تقول يعطينا يمكن 500 درهم صرف ونحن نتولى كل شيء، بنتها تشتغل تسدد إيجار البيت، ويمشون حالهم. تي الصدمة كانت تطلب استشارة في كيف تعامل، تقول لدرجة أن أنا أدعي على أن أستوي أرملة. يعني شوف وصل، ليش أنت الله عاطنك هذه النعمة؟ شنو راح تستفيد؟ فرحان مثلا بالملايين اللي جمعتها؟ أنت الله كرمك وأنت في غربتك وعطاك وأنعم عليك وأغدق عليك، ترى هذا الرزق ورزق عيالك، نحن نرزقهم وإياكم، لا تنسى. يعني هذا الرزق ورزق عيالك، رزقوا، الله عز وجل رزقك بسببهم، تذكر هذا الشيء. فواجب عليك أن أنت تكرم أمانة رب العالمين اللي حطهم في أعناق، هذه أمانة راح تحاسب عنها. فلما رزقك بسببهم، من الأمانة أن أنت تستخدم هذا الرزق في راحتهم وإسعادهم، في صنع بيئة مستقرة. تتوقع هذه الأبناء طالعين على مستوى من النفسية المستقرة؟ أبدا أبدا. صحيح يمكن ظاهريا متفقين على شيء واحد، أن كلهم ضد مبدأ الأب في هذه الصفة، وهي صفة البخل وتكنيز المال، لكن من تقعد وياهم تنصدم أن عندهم للأسف قد ما ظاهريا تحس أمورهم تمام ومستقرين وكذا، من تقعد وياهم تحس لا، في بينهم هذه المشاكل اللي للأسف تستمر معاهم لأبد الآبدين. وأنا أقول لأبد الآبدين، لأن راح يعانوا منها وراح يتوارثوها، لأن من على شاكلة هذا الأب قد ترزق البنات بنفس النمط من الزوج. اليوم أنت أيها الأب، لما أنت أنجبت أبنائك على وجه الدنيا، تبغيهم يتعبون ولا تبغي راحتهم؟ اسأل نفسك هذا السؤال. فمثل ما تبغي الصورة اللي رب العالمين راح يحط فيها الأبناء، وبتشوفهم، تبغي تشوفهم وتشوف نتيجة تعبك لهم أنك جبتهم على وجه هذه الدنيا عشان تشوفهم مرتاحين، هذه الصورة بسبب تصرفاتك أنت راح يتناقلها جيل ورا جيل على نمطك. راح رب العالمين بهذا الاستقرار، بهذا العطاء، بهذا الكرم، راح يسخر لك بناتك أزواج بنفس شخصك. كيف تحب تكون تشوف صورة بناتك؟ ارسم هذه الصورة في نفسك حتى تنعكس على أزواجهم فيما بعد. فأرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم، خلونا نقلب موازين الكرم والبخل. اللي جرب البخل سنين وسنين، أرجوكم جربوا الكرم، جربوا الكرم وقولوا لي شنو اللي تغير في حياتكم. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.